ولذلك قبل أيام واحد أثر عنه أنه يكفر حكام الكويت أو خارج الكويت، فقلت لي أحد الأخوة هذا ترى يكفر حكام الكويت، وكان عندهم في البالتوك ما اسمه غرفة، يسمونه غرفة ولا حجرة؟ ها؟ غرفة ما اسمه، كان معه كويتيين، فلما شافوا يكفر حكام الكويت زعلوا الكويتيون وخرجوا من الغرفة. طبعا مو غرفة يعني صح بالكمبيوتر يعني. ايه. فقال والله انا اعرف الشخص كذا وكنت ما اعرف انه يكفر. قلت له خلاص انا اعطيك رقم هاتفه رقم الواتساب راسله وقول له في ناس يقول عنك، في واحد يقول انك تكفر حكام الكويت وشوف ايش يقول لك. وفعلا ارسل له قال انا فلان كنت معك في الغرفه كنت ادخل باسم فلان، طبعا يناقشون الرافضه، ف في واحد عندنا في الكويت ذكر انك تكفر حكام الكويت فما تعليقك؟ ردك ايش قال؟ قال كذب. طبعا على طول كذب، هذا عشان على طول كأن الله لن يحاسبك لما تقول واحد كذاب وكذب، هذا يعني كأنه مرفوع عنه القلم عادي اعطيك اياها وماشي. قال كذب والله ما صرحت، وسواله حظر. ارسل لي قلت والله هذه حلوه ما صرحت، لاحظت؟ ما قال لا اكفر، قال ما صرحت يعني شنو؟ ها؟ يعني تكفر بس ما صرحت. ايش هذا؟ وذاك انا اجرب معاكم. شو اسمك انت؟ احمد. احمد تكفر ابا بكر وعمر؟ قل لا، صح ولا لا؟ اللي ما يكفر ايش يقول؟ لا. تقول بتحريف القران؟ لا. تكفر حكام الكويت؟ لا. اذا ما تكفر اقول لا اكفر، او قل اعوذ بالله، لا والله ابرئ الله من التكفير، انا ما اكفر. لان بعد في سؤال ثاني، ما تكفر طيب ما رايك باللي كفر؟ ها وراك احنا، لان السكوت عن هؤلاء افسد كثيرا، لابد من بيان حقيقه هؤلاء. ياتي ويحفر ويحفر ويحط التكفير في عقول الناس، عقول الشباب، وهو يطلع منها ما كفر. انا ما كفر، والشباب اللي فهمتهم انتبهوا لهؤلاء.